يلا السلام عليكم اخواني، فيديو جديد. وهذا الفيديو اليوم عن تحضير اكل للطيور، لكن ما راح احكي لكم عن الفوائد مالته، لان كل نوع به فوائد لا تعد ولا تحصى. اكل اليوم مرطب بدون بيض، بدون خلطه بيض، جزر وخيار وبرتقال، وبعد عندي عليه اضافات. بس حاليا خلينا نحضر هاي. تقدر انت على مبراشة تشتغل اذا ما عندك امكانية للخلاطة، تقدر بمبراشة تقدر ترتبها راحك عليها على هالوضعية هاي. اكيد الاغلب يعرف هذا الشيء. خليك صحن وظل تشتغل، واذا اسرع عندك هاي الخلاطة تقدر تجيبها وتشتغل بها. انا راح اشتغل على الخلاطة. فهاي البرتقالة محتاج نص، بس تريد تخلط لين كل سوا، تريد كل واحد بوحده. البرتقالة هي وقشورة، اهم شيء تغسلها زين. تقريبا نص احتاج، لان انا ما عندي كميه طيور. وهاي الخلطه بعد ما كملت، او مو خلطه يعني، هنا ثلاث مكونات، وعندي مكونات راح اضيف عليهن: جزر رايه واحده، او برتقاله، والخياره. طبعا البرتقال يصير طري كلش، فراح اضيف عليه اضافات. انا عندي هذا السطل الصغير، هذا به مجموعه من الحبوب انا طاحنهن، اضرب انواعها، وشعير وشوفان وحنطه، بعد يعني كل شويه حبوب. وتقدر تضيف تطحنهن وتجهزهن تخليهن، فيجهزهن يبقى عندك تحتاج منهن تخليه. هذا امس انا مخليه على خلطه بيض، فما راح انطيهن. وعندي سطل ثاني اللي هو كيك ابو السمسم، هذا موجود بالسوق، كيك ابو السمسم يصير به نسبه من الدهون. طبعا هذا هم يساعد الطيور. واخوان نسيت اقول لكم شغله، هذا البيض انا عندي عظم الحبار، وعندي البيض اللي اسلقه اجيبه، وهم عندي طاحونه مطحنه هاي صغيره اخليها. صار تقريبا صار لعندي من شهر 12، من قبل لا تدير السنه، من شهر 12 هذا موجود ما مخلص السطل. وحسب انت تقدر تخلي لك رشه على مثلا هاي البرتقال، اقدر اخلي عليه رشه بسيطه، او اي خلطه تقدر تسويها طريه تخلي عليها رشه بسيطه من هذا البيض، القشور مالت البيض. هم بي فوائد كالسيوم في دهن البيض، وهذا القشور الباقي ما محتفظ بها، ما اذبها، هم يكسرون بها وياكل. اخوان هاي الخلطه اللي سولفت لكم بها اللي هن ذن السطلين، هاي الحبوب على كيلو كيلو، وهذا هم كيلو جبته، سويت منه نص ونص بقى للبيت، وهذا راح يبقى عندي تقريبا 4 شهور واكثر، يعني ما استخدم من عنده هواي. هذا كله ما يكلف 7000 دينار تقريبا، لا تبخل على طيورك، فشغلات بسيطه، وهن هم يطنك انتاج. انا كلامي لجماعه الدخن قافلين، بس دخن يطيب ماي، يعني شوف نفسك تقدر تعيش على بس خبزه. فهذا طير، هاي نفس، النفس يصير يعني بذمتك هذا الشيء، لا تبخل عليهن، هن هم ما يبخلن عليك. وانت يعني المحبين مال الهوايه هي ونسي تونس عليهن انت بقدر، يعني بقدر ما تقدر تبيع. شغلة ثانية، ما مستخدم أي منتج ما عدا الفيرتيفيت، والفيرتيفيت ثبت كفاءته عندي. ماكو فوكس الفيرتيفيت بعد مشهور أكيد كله تعرفه، بس هالفيرتيفيت أستخدمه بصراحة منطيني نتائج. هنا سمنان عنده ميانة، فسمنان أكل غير باقي الطيور. باقي الطيور حاليا خايفين طبوا جالي، صار عندهم فضول، طلعتهم قبل شوية. فهسه السمنان نشوف شنو راح ياكل بعد، لما اصور لكم اياه بطريقي اشوفكم شنو انتاج حاليا. مو انتاج، اكو بيض، وهذا عش جديد، وهذا عش بي قصة. هاي عندي نتيا سوبر استوها يعني جديدة، كان أول جهوزية أو أول بطنين، البطن الأولى 3 بيضات، 2 ما شادات، 1 شادة، طلع الفرخ وجيت لقيتها شامراتها من العش، بس بغير عش مو بهذا. هسه هاي البطن هم نفس الشيء، هم بيضة 3، 2 ما شادات، ووحدة شادة، وطلع الفرخ وجيت لقيتها ثاني يوم خانقاتها نايمة عليها وخانقتها، ما عندها خبرة بعد. أمها تبيض مكانية، توزع البيض والافراخ هم توزعهم، فان شاء الله يصير عندها خبره. انا ما ادري، ما
ما اعرف يعني السبب منها او من الفحل، لان انا طابق عليها فحل عادي بس هو هاف اورنج يعني حجم الزغير بس هو هاف اورنج. وطبعا اقدر اشوف الانتاج هي فاون بتخلي اشوف شنو الانتاج. وعندي هنا هنا ما ادري بين يا مكان عالي ما اشوف. هنا اربع ابيض وهنا هم بيض ربين كمان وماي ما اعرف بشبرك ليش. فانا بالنسبه لي المحميه مالتي مكان صغير مش كبير يعني متوسط المكان، ومخلي عليه هذا الدائر مدائر يعني السمك هيك يصير هذا يخلونه مده ما ادري شو الاسوليه ما اعرف مسيج ابي دائر مدائر هذا ما يطلع يعني الهواء بقوه. وهذا البلوك جوينات بسيطه يطلع من عنده هواء تهويه، وعندي بس هذا مكان مفتوح. هاي هنا المبردة طبعا الجسار وهاي هنا المبردة اللي هي ستار لوكس ستار يعني حجم كبير مو حجم صغير، شان عندي حجم صغير ما تفي. هاي هنا ما شاء الله تبريد كلش حلو بيها، مخليها على سرعة واحد ومسيطر على المحمية يمكن درجة الحرارة 25-20 هيك شيء. وعندي مقياس وما اجيبها محلات لين تقدر تقيس. يعني الانتاج عندي مستمر تقريبا انتهى الفيديو او قبل لا ينتهي اكو معلومه اريد اسولف عليها. اخوان طيور الحب بالاصل انا حبيت الرينبو جبت وسويت المحميه كلها على مود طيور الرينبو طبعا، وبعدين دخلت على العشق صار عندي العشق اللي هو رقم واحد الفناجس كلش حبيت خاصه السوبر. انا عندي قلت لك طيور الحب الرينبو ذني فايلوت مو فايلوت اريد اطلع الفايلوت اريد شلون طريقه اطلع بها الفايلوت. انا عرفت الطريقه صراحه من يوتيوب تعبت يلا عرفته، بس اكو يعني للناس الواصله مرحله عندنا بالعراق المربيين يعني مع احترامي للناس الزينه اكو ناس يا اخي ما تعرف شو توصفهم اناني على مغرور يعني ذات سيلة على معلومه صغيره يريد يملكك ايش عندك من طيور وش تشوفه من طيور يقول لك لا هذا زباله هذا ما ادري شنو. عندي نتيجة صار تقريبا 20 يوم تدخل البياضة وتبقى باقي بالبياضة بصورها لكم انا هسه بالبياضة هنا مساعة طلعتها ما اريد ازعجها حتى افتح عليها هسه. سولفت لي عليها اول شي طلعها من عيني قال لي ما تفيدك ما طلع لك هذا الانتاج تريده ولازم هيك ولازم هيك وما اعطاني اي معلومة لا خير ولا شر. قال لي هاي النتيجة مشحمة بيحة ما تفيدك زبالة. صراحة أنا دخلت بالي لأن هو أشوف 24 ساعة ينشر طيور مستوى أول رينبوات قلت هذا وين هذا هذا عرفها ترك السونا. اليوم جيت فتحتها شفتها قلت خل ألزمها وتجسس بطنها لأن صدق كبرانة بطنها. لزمتها لقيت صار بيها بيضة والحمد لله ما انكسرت البيضة ببطنها وصارت وصير نفس بذمته لو مكسورة ببطنها البيضة، لأن أنا ما عندي ذيك الخبرة حتى شلون أنقذ الطائرة وشلون هاي السوالف تعرفون يعني بعد كلام المربيين اللي عندهم خبرة. فيا اخي انت عندك معلومه زكاه العلم تعليمه انطيها لا تبخل. يعني انت منين جبتها من العلم الذره؟ انت اكيد هم شفت يوتيوبريه وتعلمت من العالم يعني خاصه اليوتيوبريه العراقيين او المربين العراقيين اقصد مربين عراقيين. انت كلام هذول الانانيه انت تعلمت شغله علمها لغيرك يعني مع يعني ما اعرف الشعب المصري خاصه اليوتيوبريه المصريين طبعا ثلاث ارباع معلوماتنا ولا حد يقول لي لا ثلاثة أرباع معلوماتنا إذا مو 90% أو 95% أو 99% هي من الناس اليوتيوبرين المصريين أو الخليج. فشوية العالم أنت من تتعلم معلومة من غيرك اقتدي بي وانشرها. هي سالفة يحتاج لها موضوع بحده فيديو بحده لأن ما تغطيها لو تسولف للصبح ما تغطيها عليك أنانية وناس ما أعرف شو أذكرهم. فالمهم انا هسه الحمد لله المعلومه وصلت لها وان شاء الله اطور طيوري وارتبن واوصل المرحله اللي اريدها. وما ماكو مني لاي واحد وبعد تبت ما اسال لاي واحد لان هاي الطيره اليوم شاف فقدتها نفس هسه مو طيره حتى لو مو مستوى يعني طيره رينبو سنجل فاكتور جولدن فيس سنجل فاكتور يعني طيره مو بطاله تقدر تطلع منها طيور. وعندي انتاج من النيش اللي تحله قدامكم ومصور لكم هم بالفيديوهات القديمه اصدقائي القديمين يشوفونها. الحمد لله وشكر طلعت لي موفات يعني اقدر اطلع منها طيور حلوه. انت ليش تطلعها من عيني وتنزل بطيور العالم وعلى مود تعالوا خذ من عندي؟ فتعال ها نزلهن ما يفيد انك ذني نزلهن يوم الجمعه وانا اشوف واقول لك
لا انطاني كلمه لا انطاني معلومه لا شيء. جيت انزل الطيور بسببه، طيره كان كسرت البيضه بطنها بسببه، مشحمه وما ادري يا اخي. فد ناس انانيه، مع احترام الناس الزينين. فبعد الحمد لله شكرا لكم، ما قلت لكم ما سال اي واحد. اللي هنا انتهى الفيديو اخوان، واتمنى ما طلت عليكم، وشكرا جزيلا ونلتقي في امان الله.